تأتيكم بعد 4 فتن، الأولى تستحل فيها الدماء، والثانية تستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة تستحل فيها الدماء والأموال والفروج. صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج بالبحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ. جزء من حديث نبوي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ذكرت فيه 4 فتن تأتي في نهاية الزمان. وفي وصفه للفتنة الثالثة وهي فتنة الدهيماء يبدو وكأنه يحكي عن يومنا هذا، إذ حدد فيها أن العرب سيكونون المتضرر الأكبر في هذه الفتنة قائلا: تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم. إنها فتنة لا تبقي ولا تذر في المنطقة التي ذكرها الحديث النبوي، وحدد منها منطقة الشرق الأوسط. فهل ظهرت هذه الفتنة حقا؟ وما هي التفاصيل؟ لنستكشف معا حقيقة إحدى فتن آخر الزمان التي بدأنا نراها اليوم. وهل حقا العرب يعيشون أيامهم الأخيرة؟ كلما استمعنا أكثر لسرد الحديث الذي ذكر فتنة الدهيماء، وجدنا أنه يتحدث عن أحداث وكأنها تجري اليوم، وقد جاء فيه في رواية أخرى لا: فتنة عمياء مظلمة تمور مور البحر، فلا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفا، تطيف بالشام وتغشى بالعراق وتخبط بالجزيرة بيدها ورجلها، لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق بالبحر، تدوم 12 عاما ثم تنجلي، حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتلون عليها حتى يقتل من كل 9 7. إذا ما تأملنا الكلمات السابقة نجد وكأنها تشرح واقع العرب في العقد أو أكثر الذي مضى، وما أصاب الوطن العربي من اقتتال وحروب خاصة في بلاد الشام. ولم يخف على أحد انحسار نهر الفرات والأخبار التي تداولت عن وجود آثار من ذهب حوله، وكأن النبوءة فعلا بدأت تتحقق شيئا فشيئا. لكنها لم تتوقف هنا، بل يتابع الحديث قائلا: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ليس هذا الحديث فقط الذي ذكر الدهيماء، بل بالبحث والتفتيش وجدنا أحاديث كثيرة حذرتنا منها. قال عليه الصلاة والسلام في أحدها: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء وأعوان خونة. إنها مرحلة الحكم الجبرية، والتي تنتهي بظهور فتنة الدهيماء التي جاء في وصفها أنها ستقضي على الملك الجبري وكل أركانه، من ضمنهم الفقهاء والعلماء الكذبة والأمراء الظلمة وقضاة خونة. يقال إن هذه الأحاديث تشرح حال بلاد العرب اليوم، وقد عمها الفساد إلا ما رحم ربي، وغشيتها الحروب والفتن التي وبحسب النبوءة ستنتهي بظهور فتنة الدهيماء، التي ستكون بمثابة عقاب من الله تعالى للعرب خصوصا بسبب ابتعادهم عن الدين وإعراضهم عن نصرة بعضهم والمستضعفين منهم، كما يقول الشارحون لهذه الفتنة التي تركز على انتشار الدخان وأنه سيغشى بلاد العراق والشام. وبالبحث عن علاقة الدخان بالدهيماء وجدنا أن الدخان وظهوره بكثرة هو من علامات الساعة، وقد شرحت النبوءة تفاصيل كثيرة ستحصل تزامنا مع مجريات فتنة الدهيماء، إذ قالت: يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. وكأنه ذكر الموت بالحروب والموت بالأمراض ونتيجة الحروب البيولوجية. وعادت النبوءة تتحدث عن الدخان الحقيقي الذي سيملأ المغرب والمشرق. أما الصادم في النبوءة فذكرها للزلازل بالقول: في سنة الظهور أيضا ستكون هناك زلازل كثيرة،
وبرد شديد يأتي بعد ظهور المذنب. وقد ربط المؤمنون بها ذكر المذنب الذي تحدثت عنه بما ذكره الله تعالى في سورة الطارق وفي آخر سورة الذاريات، حيث ذكر الله تعالى في الآية كلمة ذنوب توعد فيها الظالمين بالعذاب. والذنوب هو جرم سماوي عظيم سينهي دولا ويدمر أمما كما دمر الله تعالى أمما من قبلهم. وهنا تنتهي فتنة الدهيماء بالمذنب، ومن ينجو منها سيورثه الله تعالى بالأرض وسيكون من أولياء الله الصالحين الذين نجوا من عقابه وجعلهم خلفاء في أرضه. فهل نحن اليوم نعيش حقا فتنة الدهيماء؟ نهاية الطاغوت. ما يفهم من الأحاديث الذاكرة لهذه الفتنة أنها ستكون كالإعصار يحمل كل من يقف أمامه ولا يبقي ولا يذر، إعصار سيجوب العالم أجمع كله ويعيش كل الناس أهواله، إلا أن له محطات محددة ذكرت في الأحاديث المتداولة عن الدهيماء التي قدرت مدتها بعشرين إلى ثلاثين عاما، إذ يقال إن الدهيماء ستبدأ بالشام ولا تلبث أن تنتهي حتى تغشى نيرانها العراق، ثم تنال أطرافها الجزيرة، ولن تتجلى الفتنة في الشرق حتى تبدأ من الغرب، وستكون أخطر وأشد وقعا. وهنا ستعاني مصر من أهوال فتنة الدهيماء، وفي دول المغرب ستكون الكارثة أكبر وأشد. ومع بدء ثالث مراحل الفتنة سيشتعل العالم كله ويهب هبة واحدة بعد أن تكون الفتنة قد قضت على المسؤولين والملوك وأنهت أصحاب الأموال. وفي هذا قال الحديث النبوي الشريف: إذا التقت فتنة من المغرب وأخرى من المشرق فالتقوا ببطن الشام، فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها. هكذا إذن يصف المؤمنون بالدهيماء هذه الفتنة ويدعون إلى الاستعداد إليها والتجهيز لها، فإذا كانت قد بدأت حقا فإن نهايتها قريبة. ففي يوم واحد سيعم الدخان الأرض كلها، تصديقا لقوله تعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أما انقشاع الغمة فسيكون بظهور رجل من أولياء الله يقال إنه من الهاشميين. وقد ذكرت أحاديث كثيرة حذرت من الفتنة هذا، ويتداول أيضا كلام ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول: لا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم. إن هذه الفتنة ستمكث الوقت الطويل في الشام كما جاء في الحديث الذي يؤكد أنها ستبقى فيها حتى تطهر أهل الشام من الظلمة والقتلة وكل فاسد، كما ينقى الذهب من الشوائب. بعدها تتحول إلى مركز للمدافعين عن الدين ولأخيار أهل الأرض. ربما الكثيرون لا يؤمنون بالنبوءات ولا الفتن تماما كما لا يؤمنون بالمنجمين والمتنبئين، لكن تظهر لنا أحيانا أمور نجد أن من واجبنا إطلاعكم عليها وسرد تفاصيلها مهما كانت صعبة، لنناقشها معكم ونسمع آراءكم عنها في التعليقات. فهل ترون أصدقاءنا أننا نعيش حقا أحداث فتنة الدهيماء؟